اليوم احنا جايين حتى نقلد قلادة المرأة المثالية، تمام؟ واتمنى تقبليها من عندنا، واحنا احنا مثل ودك يعني، وان شاء الله ما نقصر وياك باي شيء. من اي جهة؟ من قناة الشرقية ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم. بس خليها يمك ماما. اني هسه طبعا اشكر شكر الجزيل قناة الشرقية، لان هم الجهة الوحيدة اللي ذكرت الشباب المناضلين المجاهدين وذكرت عوائلهم المظلومة. زين، بس أنا حاليا ما أحس أنه أنا ما أستحق هذا اللقب، ولا أقدر أقبل أي شيء إلا بيوم اللي تنتصر الثورة وتتحقق العدالة ويطلع المجرم، واللي وأريد القصاص يوم اللي يتحقق القصاص والعدالة باللي قتلوا المتظاهرين والشباب وقتلت ابني طلعون والسبعمائة شهيد. بذاك اليوم أنا راح أدعوكم أقول لكم أنا اليوم أستحق لقب الأم المثالية. حالياً كل شيء ما أقدر أستقبل، كل شيء ما أستقبل، لأنه الثورة بعدها ما خلصت. أنا انتظرت انتصر الثورة ويطلع دم الشهداء اللي راح زين وتتحقق العدالة. ذاك الوقت أنا أدعوكم وأقول لكم أنا اليوم أستحق هذا اللقب، لأنه أنا ما سكتت على دم ابني زين، وما راح أسكت إلا تتحقق العدالة. وأشكرهم جزيل الشكر، أشكرهم جزيل الشكر. رحم الله والديكم يا ماما وما قصرت. جزاك الله خير. وأنا وياكم وياكم لمن تتحقق العدالة وتنتصر ثورتكم إن شاء الله إن شاء الله، وإحنا وياكم وبظهركم واقفين وياكم. ومهند ما ننسى، ومهند ما ننسى. إذا حالياً تفضين مؤقتاً تقليدك بالقلادة، فقبل من عندي المبلغ اللي قدمته لك شخصية اللي هو 5 مليون، تقدرين بنفس الوقت تتبرعين بيه طبعاً. جدا احب اشكر قناة الشرقية على هالمبادرة الحلوة. طبعا هي الجهة الوحيدة اللي وصلت لعوائل الشهداء وتفقدتهم. بالنسبة للقلادة، ام مهند مثل ما قالت ما راح تقدر تستلمها هسه الى ان تتحقق اهداف الثورة والى ان يتم القصاص من القتلة. وبالنسبة للمبلغ فهذا إذا تحب القناة، إحنا ما راح نقدر نستلمها، آسفين نعتذر. إذا تحب القناة حتكون مبادرة من عندها عن طريق الشباب الأبطال، إنه يكون هذا المبلغ لدعم الفقراء، اللي لأنه البلد حاليا يمر فترة وباء يعني الوضع الاجتماعي جدا صعب. فإذا تحب القناة إنه عن طريق هاي الشباب يدعمون به ساحات اعتصام النجف أو الفقراء، فتكون القناة مشكورة. رحم الله والديكم يا أم، رحم الله والديكم يا أم. كل احنا ودك إن شاء الله، ولا تنسوا المهم إن شاء الله ما ننسى، يبقى قلوبنا وذكرياتنا إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، رحم الله والديكم. شكرا، شكرا لكم وشكرا للشرقية، ما قصرتوا.